بداية كده، شايف ازاي المواجهة بكرة؟ مواجهة فيوتشر، مواجهة صعبة جدا في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية. أكيد طبعا تتكلم مباراة كبيرة طبعا بين فريقين مثلهم الكرة المصرية، وتعتبر مش هقول مواجهة يعني، احنا كان لنا نادي تجاري طبعا مع فيوتشر، وفيوتشر في الفترات الأخيرة بصراحة من الفرق المحترمة الفرق المميزة، قدم كورة كويسة، وأتمنى طبعا ده في الأول في المقام الأول إن شاء الله، يعني ربنا يكلل بس مجهود الجهاز الفني واللعيبة بكرة على خير إن شاء الله، وأهم حاجة المكسب وده الأهم. انما في الاول وفي الاخر المباراه ثقيله يعني، بعيد عن الدوري المصري والحكم المصري، ده جانب الافريقي، وده زي ما بقول لك مفترق طرق بالنسبه لنا احنا كنادي الزمالك، ان دي البطوله الاساسيه اللي انت بتلعب عليها السنه دي، او ده الحق. تعالوا بقى لك فتره ما بنحرصش البطولات، او بقى لنا الفتره بطولات غايب عننا، فاتمنى طبعا ان شاء الله تبقى اللعيبه بكره في كامل تركيزها في كامل حالتها، الجهاز الفني ان شاء الله ربنا يوفقه بالتشكيل المثالي والاختيارات المثاليه اللي نقدر نستغل بيها كل دقيقه في المباراه، وزي ما بقول لك احنا مش عايزين نستنى للمباراه الثانيه، لا احنا عايزين نخلص المباراه الاولانيه عشان نخلص على طول، وده هدفنا ان شاء الله وربنا يسهل. كابتن محمد، الى اي مدى استفاد جوزيه جوميز من فتره التوقف دي؟ كان واجب عليه يعمل ايه مع اللاعبين عشان يستفيد من هذه الفتره ويقابل فيوتشر وهو في قمه الانسجام فنيا يكون بنسبة 100% جاهز؟ أكيد هقول لك على حاجة، الفترة اللي فاتت دي أكيد أكيد هو استفاد كتير، يعني فترة التوقف دي أكيد حالة الانسجام اللي بين اللعيبة الجديدة واللعيبة القدامى أكيد استفاد منها بشكل كبير جدا، شغله حتى شغل التكتيك الشغل الفني الشغل البدني أكيد كان لازم، هو يعني على الأقل كان لازم يحتاج، ما هو محتاج الفترة دي، فما فيش أنسب من كده طبعا، التوقف ده جه لمصلحتنا، حتى كنا احنا زعلانين جدا حتى في عدم انضمام لعيبتنا للمنتخب، وكان في لعيبه كتير احق انها تروح، بس برضه زي ما بقول لك ايه، رب ضاره النافعة، يمكن الموضوع ده جه للصالح الشخصي لينا او الصالح العام لينا، ان احنا فعلا لازم اكبر وقت ممكن اللعيبه تقدر تعيش مع بعض، اكبر وقت ممكن يبقى في مباراه وديه اللعيبه تبقى حاله الانسجام تعلى بينهم وبين بعض، كل الكلام ده بيقرب الخطوط حتى الثلاثه بينهم وبين بعض، لازم يبقى في تجانس، فبقول لك في ناس جديده داخله على اللعيبه القديمه، سيستم الراجل حتى وشغله بدماغه هو، اللعيبه دي لازم تتطور بشكل كبير، لازم الاستجابه تبقى عاليه، فانا شايف ان الفتره دي ان شاء الله يكون هو استفاد منها بشكل كبير، اللعيبه كنت قدرت فعلا تستفاد منه بشكل كبير، لانه هو فعلا مبشر بالخير، يعني حتى انا بقول لك من اكبر دليل بالنسبه لي انا كمحمد عبد الله، مباراتنا مع نادي الاهلي احنا خسرنا، بس احنا كنا الافضل كنا الاحسن، كنت انت نسبه الاستحواذ الاعلى، انت الفرصك اخطر، حاجات كتير كانت في محصله الجيم، انت استفدت بعيد حتى ان انت خسرت بطوله او خسرت المباراه، بس في يعني في افاده كبيره لينا، انما انا شايف ان شاء الله الراجل بس يبقى في ثبات تشكيل، في اختيار مجموعه معينه من بعض اللعيبه فعلا اللي يقدر يجاري بيها الامور الفتره اللي جايه، وده الاهم ان شاء الله، نادي الزمالك يبقى في حته كويسه على طبعا انتدابات الصيف بقى، وان شاء الله مجلس الاداره يقدر يجيب لنا على الاقل 4 5 صفقات سوبر كمان نقدر نستفاد بيهم بشكل كبير الفترة اللي جاية.